بعد 10 سنوات من النزاع القانوني على ترحيله من بريطانيا، وصل أبو قتادة إلى الأردن حيث تسلمته الأجهزة الأمنية للتحقيق معه على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب. وسط إجراءات أمنية مشددة، وصل عمر محمود عثمان المعروف باسم أبو قتادة فجر اليوم إلى مطار عمان بعد أن سلمته السلطات البريطانية إلى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بالأردن، وذلك بموجب اتفاقية موقعة بين لندن وعمان. معنوياته طيبة وجماعة محترمين ووجود يكفلوه يعني بعد كم من يوم يعني. من جانبه كشف محامي أبو قتادة أن موكله نفى أمام محكمة أمن الدولة تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية التي وجهها له مدعي عام المحكمة بالأردن. المدعي العام حقق معه اليوم ووجه لائحة الاتهام اللي حكيت عنها بأنه تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية. طبعا موكلي نفى كل التهم الموجهة له وأصر على أنه عودته إلى الأردن هي بناء على رغبته بمحض إرادته بين أهله، والإجراءات تمت بشكل يعني طيب وكانت معاملة جيدة. في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية البريطانية التي أحبطت سلسلة من الأحكام القضائية جهودها لترحيل أبو قتادة من البلاد، أن المملكة المتحدة نجحت في ترحيل أخطر رجل على أراضيها كي يمثل أمام العدالة في بلده. وكانت قنوات التلفزة البريطانية بثت مشاهد ظهر فيها أبو قتادة الفلسطيني الأصل والبالغ من العمر 53 عاما مرتديا جلبابا أبيض أثناء دخوله الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي في قاعدة نورتولتا العسكرية غربي لندن. أبو قتادة الذي وصفه قاض إسباني بأنه الساعد الأيمن لأسامة بن لادن في أوروبا كان قد أودع السجن وخرج منه عدة مرات منذ اعتقاله عام 2001، وأعيد إلى السجن في مارس الماضي لانتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة.